السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك عزيزي المتابع، معك فهد من قناة جيمز شيفت. أموال مخبأة، هذا هو البحث عن الكنز. طبعا ممل جدا 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 الوصول إلى هذا الطريق، ممل يعني مقصد يا عزيزي المتابع، كل شوي ترسب، يعني فجرت 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 وإلى الآن كل شوي رسب، عندي واحد من الجيش يشغلني عن البحث. فنبي نبدأ نحل اللغز أنا وياك يا عزيزي المتابع، طبعا نقرأ الرسالة بس كذا، حنا ما ندري في سلاح برضو يا عزيزي المتابع لا تنساه. هل هو تحت الأرض؟ أم هنا؟ لا تحت الأرض، تحت الأرض يا عزيزي المتابع. إن شاء الله أن ما ننساه. سلاح فريد طبعا، نبي نجي من هنا الحين. في مدخل مقفل، المدخل مقفل. طيب في شيء هنا نبضه؟ اي والله فيه الباب. Shit. Have to time it right. عرفت السالفة. طيب أكيد السالفة هناك. شوف لحظة نجرب. ما يفتح بعد، يعني ما مستحيل أتوقع إني راح أصله بسرعة، لكن بنجرب طريقة ثانية. في شيء؟ ما في شيء. ما في شيء. أكيد. لحظة وش يقول هنا؟ باب ذلك طيب، بلف كابل على المفتاح الكهربائي فوق السطح الذي يستطيع بربط الأسلاك، هو سيارة جدتي. ومن ثم تلك الرسالة من المقر بخصوص الحل، يجب ألا تدعوا من زملائكم يشغل الكهرباء، يحاول استعادة من داخل البراميل من الداخل إذا تأذى شخص، إذا كان العتاد في ذلك مستودع قيما لفكرتم في التأكد من الباب. هذا يعاتبهم هذا. طيب هذا له دخل، هذا ما له دخل. شوف 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 الجندي جاء، نسحب عليه عزيزي متابعني. يا الله يا الغثيث، ياخذ في وجهك، الله ياخذ بليسك وياخذ بليس الرسم. انا معك هنا من فوق مقفل، اكيد مقفل. في رامي في شيء؟ ما في رامي. شايف اللي جو؟ خلاص يا زفت اقلب وجهك يا رجال. لا لا على ابليسك، يحسبنا فضيل له. معليش يا عزيزي المتابع، هذا الشيء انا اتكلم عنه واقول لك انتبه بس. طيب ما اتوقع ان نقدر. لحظة، هذا الكهرب والكهرب بنفس العمارة. لحظة لحظة، بنفس العمارة اللي ركبناه فيها قبل شوي يا عزيزي المتابع. دقيقة دقيقة، وين السلم؟ هذا هو. لحظة، هذا الكهرب خربة. طيب في شيء نقدر نسويه؟ دقيقة. طبعا يا عزيزي المتابع انا احاول اني اشركك معاي بطريقة الحل. سيارة، في شيء يطلق عليه يعني مثلا؟ دقيقة خلنا نجرب، مع انها سبحان الله. اي يا عزيزي المتابع، هذا الحل، اطلق وتفجر شيء من فوق، واذا تفجر على بطنك، على بطنك. ايوه طاح، ايوه اذا تفجر تنفتح لك الفوهة من فوق. شايف عزيزي المتابع، بعدها طبح وشوف الحوسة. صح ان جبنا العيد حسن الدنيا. لا طيب انزل، يلا انزل. ايوه
زين. طبعا هذا السلاح الأول. ما أصني ريكي كارد. لا يا رب ما يكون اطلع فوق. لا اكيد هنا. لا لازم سداس. يلا مسدس مسدس. اوكي. هذه البطاقة. هذا الخردة. هذا التاريخ حق يارا اللي تكلمت عنه. نفتح الباب. وين السلاح؟ شوف. ورا المكتب هذا. ايوه. هذا هو السلاح اللي عندنا يا عزيزي المتابع، اللي هو هدية سوبيك. هو بندقية، ما عندي بندقية قنص على الكيف. خلينا نشوف البندقية هذه. لحظة شوي، بدالك انت يا، هذه بندقية قنص، وهذه ميزتها إعادة تلقيم، سيعيد تلقيم كل الأسلحة اكتساب شحن إضافي لمدمرة. والله شكلها جبار، لكن ال لحظة والله صراحة جدا جبارة. الظاهر ان خلصنا صح؟ ايوه نطلع من هنا. شوف عزيزي المتابع، اذا خلصت لوت وشبعت ناخذ الادوية تطلع من هنا. في شيء؟ ما في. وهذا هو الطريق الخروج يا عزيزي المتابع، وهذا هو حل اللغز، واتمنى اني ما طولت عليك.